خويا امين انا ما كانش عندي الفكره نجي للدوري الاماراتي كاع، مي كان هو عندي الحل الوحيد باش نطلع من الوداد. كون جاتنا الفرصه في نادي الوداد، نادي الوداد راه نادي كبير، ما غنفكروش نجيو هنايا وحنا صغار. كنت كنضرب 25 كيلو باش نمشي لتيران الوداد بنجلون. انا كنتمنى نبقى هنايا وما كنفكرش نطلع من هنايا. كيف ما قلت لك في الاول انا مرتاح صراحه. لاعب واحد كنت باغي نشوفه في المنتخب الوطني هو ربيع حريمات. انا متابع البطوله الوطنيه ومعجب كثير بالاداء اللي كيقدمه لا فريق الجيش الملكي لا فريق الرجاء البيضاوي. مرحبا خويا، مرحبا خويا امين، ومرحبا بكم نتوما عندنا هنايا في الامارات ودار داركم. انا ما كانش عندي الفكره نجي للدوري الاماراتي كاع، مي كان هو عندي الحل الوحيد باش نطلع من الوداد. يعني في ديك الوقيته انا كنت في الوداد، كنت في فريق اول في الوداد، كنت مرن عادي. وجات الوقيته باش خاصنا شحال تقريبا شي لعابه باش نسينيو شي كونطرات باش نكملوا مع الفريق الاول. وصراحه يعني العقود اللي عطاونا من عند الاداره من نادي الوداد الرياضي ما عقود عاديه وماشي حتى احترافيه صافي. وديك الساعه دوا معايا واحد الوكيل الاماراتي هنايا والحمد لله جيت توكلت على الله. صراحه عام على عام كتعلم شي حاجه، وسيغتو هنايا كتلعب على كانك انت محترف ماشي كلاعب مواطن عادي زعما اماراتي. لا خاصك تجي، خاصك تعاون الفرقه، كيتكون عليك شويه ديال لا بريسيون. يعني ضروري خاصك تكون مركز شويه، المستوى ديالك ينقص راه ما كيعقلوش عليك حيت انت جايبينك من برا البلاد زعما ديالهم. والحمد لله انا مرتاح هنايا، وان شاء الله السنه الجايه نكون في فرقه احسن. العلاقه ديالنا علاقه يعني في الملعب، ما في اطار الملعب. واول شيء كنبغي نبارك لسفيان رحيمي وسفيان البوفتيني على الاداء اللي قدموه البطوله اللي خداو. شرفونا وشرفونا احنا كمغاربه، وسوق الصوره ديالنا احنا كمغاربه. و ان شاء الله علاش لا مزيد من المغاربه يجيو هنايا ويلعبوا ويشرفونا. العام داز صعيب على كيف ما كتشوف الفريق على مستوى الترتيب يعني والاخير. وجاونا ثلاثه ديال المدربين يعني في الفرقه، كل مدرب وكتمشي مع السيستيم دو جو ديالو. صراحه انا هذا المدرب الاخير كوتش نيناد مدرب صربي يعني عطاني شويه الحريه نتقدم شويه لقدام، يعني غير على المدرب الايطالي اللي كان قبل كوتش فابيو فيفياني. كان كيركز على الدفاع بزاف، وكل مدرب والسيستيم دو جو ديالو اللي قلت لك. وانا ارتحيت اكثر مع المدرب الصربي، هو اللي كيخليني نزيد شويه لقدام وكنرتاح. وانت كفريق تلعب حتى فريق شويه الامكانات ديالو ضعيفه، راه اغلبيه ديال الماتشات كتكون كتدافع يعني صعيب فرقه كحتى تكون كتشد كره والبوزيسيون دو بال وهكا، صعيب الحال. مي الحمد لله ان شاء الله السنه الجايه تشوفوا انيس كريمي في فريق احسن ان شاء الله. انا كنتمنى نبقى هنايا وما كنفكرش نطلع من هنايا. كيف ما قلت لك في الاول انا مرتاح، ان شاء الله علاش لا السنه الجايه نكون مع فريق ينافس على الالقاب. والحمد لله يعني في كاين تواصل مع الانديه، ومن هنا لبدايه الشهر الجاي ان شاء الله نحسن في القرار اللي غناخذ. انا متابع البطوله الوطنيه ومعجب كثير بالاداء اللي كيقدموا لا فريق الجيش الملكي لا فريق الرجاء البيضاوي. يعني ما شاء الله عليهم المستوى ديالهم يعني زوين بزاف. بطوله حارقه كما كيقولوا، وان شاء الله خويا علاش لا، ان شاء الله علاش لا ما نرجعش لبلادي. والواحد ديما كيبغي يرجع لبلاده الام، سيغتو فيها الوالدين كاينين ديانا تما. وان شاء الله علاش لا في الوقت المناسب نرجعوا للفرق المناسبه والفرق الكبار اللي كتنافس على البطولات في افريقيا وفي المغرب ان شاء الله. الصراحه خويا امين كون جاتنا الفرصه في نادي الوداد، نادي الوداد راه نادي كبير، ما غنفكروش نجيو هنايا وحنا صغار، حنا ما عارفينش راسنا فين غاديين. لقينا صعوبات كثيره بزاف. مثلا كاينين بعض اللعيبه في لي كاتيجوري ما مساكن كيسكنوا بعاد، وانا واحد منهم. كنت كنضرب 25 كيلو باش نمشي لتيران الوداد بنجلون.
حتى شي واحد ما كان كيقدم لي المساعده، ما كانوش كيوفروا لنا يعني المواصلات وداكشي باش نوصلوا للنادي، يعني كان صعيب الحال. ونشكروا المدربين اللي كانوا في هذيك الوقيته على الاطار الوطني، سي حسن بعبيشه، الجلالي فاضل، عز الدين بوزرعه، كوتش هشام الحاج هشام اللويسي، موسى نضاو، هادو كانوا كيساعدونا من عندهم ماشي من الفريق. وتعلمنا بزاف حنا كدراري، تكوننا في فريق الوداد الرياضي راه تعلمنا بزاف، لعبنا مع ترينينا مع لعيبه كبار الحمد لله. هذا كيبقى نصيب وان شاء الله الخير جاي لقدام ان شاء الله. اول حاجه كنبغي نبارك الصديق ديالي اسامه ترغالي، يستاهل، دري بدا من الصفر ود المدينه قديمه، كاف على راسو وهاي النتيجه دابا راه وصلات. لاعب واحد كنت باغي نشوفه في المنتخب الوطني هو ربيع حريمات، من احسن اللعابه اللي كاينين في البطوله، لعب بوكس تو بوكس، كان يستاهل صراحه نشوفه في القائمه ان شاء الله. علاش لا، حتى انا شي نهار تعطاني الفرصه وان شاء الله كنتمنى شي نهار تجيني الفرصه نمشي، حيت صعيب الحال من الدوري الاماراتي تمشي للخليج عامه، تمشي للمنتخب ان شاء الله. علاش لا تجيني فرصه ونمشي نحترف برا، وديك الساعه علاش لا نلبي النداء ونمشي للمنتخب الوطني. كيف ما كتعرف القانون هنايا في دولة الامارات عندهم قانون باللي اللاعبين المقيمين، يعني الدراري اللي كيجيبوهم صغار لا من المغرب لا من برا المغرب، بعد ما كيكملوا 5 سنين كيقدروا يجنسوهم ولا يعطيهم الجواز الرياضي. وبصراحة انا يلا كملت 4 سنين وما كتعرف شنو كاين يعني من هنا لقدام، واللي فيها الخير ان شاء الله يجيب علينا. شكرا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.